أنتقل إلى هبة مصالحة الصحفية من حيفا. هبة، أهلا بك. ماذا يقال في الداخل الإسرائيلي؟ هل من تفاصيل جديدة بعد إعلان إسرائيل اغتيال إسماعيل هنية؟ حسن نصر الله. نعم صحيح، رئيس هيئة الأركان أكد على نجاح عملية الاغتيال كما يقول، باغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأيضا علي الكركي القائد للجهة الجنوبية لحزب الله. أيضا سمعت أصوات انفجارات في جميع أنحاء البلاد، وسمعت أيضا صافرات الإنذار بعد هذا التأكيد من قبل الجيش الإسرائيلي. هناك من يعتقد في إسرائيل وتقول وسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا كافي ليكون نجاح لإسرائيل، ومطالب بعدم توسيع العمليات. ولكن رئيس الأركان أكد على أن عملية اغتيال حسن نصر الله لن تكون الأخيرة، وأنه سيستمر بتنفيذ العمليات في جنوب لبنان. وأيضا ما يشار إليه بوسائل إعلام إسرائيلية بتعزيزات عسكرية عند الحدود، مع أيضا استدعاء 3 ألوية آخرين غير اللواءين الاحتياط اللذان تم استدعائهم واستكمال استدعائهم يوم أمس. الآن الحديث عن 3 ألوية في إشارة إلى ربما تهديدات باجتياح بري. إسرائيل أعلنت اغتيال حسن نصر الله وقادة بارزين من الحزب من بينهم علي كركي قائد جبهة الجنوب. هل أعلنت عن أسماء قادة آخرين من خلال متابعتك هبة؟ نعم، بحسب ما تحدث عنه رئيس هيئة الأركان، هو ذكر اسم حسن نصر الله وعلي الكركي، ولكن أيضا أشار إلى أن هذه الهجمة جاءت نظرا لمعلومات استخباراتية لتواجد جميع القياديين من الحزب ومن قوات الرضوان بهذا المقر تحت الأرض، في إشارة إلى وجود قياديين آخرين أيضا بغير الأسماء. لكن هل من تفصيلات عن أسمائهم حسن عددهم في الداخل الإسرائيلي من مصادر رسمية إسرائيلية؟ لا، حتى الآن لا يوجد حديث عن عدد القياديين الذين كانوا يتواجدون والأسماء التي ذكرت، علي الكركي وحسن نصر الله وأيضا من قيادي من فيلق القدس. الحديث عن 3 قياديين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. المعلومات الاستخباراتية التي وصفت بإسرائيل بأنها معلومات ذهبية أشارت إلى وجود هؤلاء باجتماع للقيادة العليا مع تواجد ل3 قياديين على الأقل من فيلق القدس أيضا. حتى قبل إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله، كانت هناك رشقات صاروخية من حزب الله باتجاه المناطق الشمالية لإسرائيل. هل ما زالت مستمرة؟ هل كثافتها اختلفت بعد إعلان إسرائيل اغتيال حسن نصر الله؟ يعني صافرات الإنذار سمعت حتى في منطقة جوش دان في تل أبيب الكبرى، وسمعت أيضا أصوات الانفجارات في منطقة وسط الضفة الغربية، مستوطنات التي تتواجد في وسط الضفة الغربية. أطلق صاروخ أرض من جنوب لبنان باتجاه وسط إسرائيل. قالت الجيش إنه قام باعتراض هذا الصاروخ وسقط بعض الشظايا أو أسقطه فوق البحر المتوسط. وأيضا الحديث عن رشقات امتدت من الحدود المستوطنات الحدودية وصولا إلى الجليل الأعلى، الجليل الأوسط والجليل الأسفل، حتى وصولا إلى جوش دان تل أبيب الكبرى ووسط الضفة الغربية. والحديث عن 10 إصابات نتيجة هذه الرشقات الصاروخية التي منذ ساعات الصباح
الصباح امتدت لأكثر من 10 رشقات صاروخية. سمعت أيضا صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في الجولان السوري المحتل في مدينة طبرية. أيضا استهدافات لقواعد عسكرية بالقرب من عبلين من مدينة سخنين. هذه المناطق تجمعات عربية ولكن تحيطها قواعد عسكرية، منها قواعد عسكرية أيضا سرية. وأيضا سمعت أصوات انفجارات في منطقة عتليت بالقرب من القيادة النخبة البحرية للجيش الإسرائيلي.